ما يسمس لما مشت من يسف وما خلصه المرميس وسو يهنا أسلوي تقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة أزيويس الكونغولي دونيس ساسونغيسو سلمونا سابت نتفسكا تغناو تنتمرتس وكداس فمشاور نسية ست جارس نتموري وسرسين سلام الاستقرار انتدام سادة وشول دي القارة أفريقيا أما يهنا أسلوي تقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة أزيويسنا الهند رام ناث كوفيند المناسبة نتفاسكا فايت 72 انت منون تنتمرتسي وكداس فخدام دورني انت دو تشاهدو معاون جارة زاير دال الهند سو المناسبة إيمان السيهنة أسلوي تقدو دا أنغلفها مزورنا الهند ناريندرا مودي يوكداس فحرسس فخدام دورني تدوش لي وخدمنا المصلحة المشتركة مدن دوهاتي ينمر دفرهات أماش أسلوي أن تقدو دا إيهنا ست ماس زيويسن كوريا مونجاي إينا سلمونا سبت نتفاسكا تغنوت نت مورتس يسيول استدوش لجارس نتمورا دفر البيان التنائي تدوش لا الاستراتيجية دو حراس في وال دوم شاورن السياس دي زماماتي غرغلان نتمورا ندونيت أمنش إيهنا أسلوي أن تقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة الأمير الإمارات ليشتنشتاين الأمير لويس سلمونا سبت العيد غنون تمرتصي وكتفو حراس نخدام ونمر نتدو شلادو معوان جار سنة مورا أنزوت غل موسم نالحيج مانيسي ولا نغلاف نتغوسي وين الدين محمد عيسى أم لقاس دي المدينة المنورة يدي مسجار نالفروع نالبعثة دي المركز نالمدينة المنورة يسيول سعجاب نالحال الخدمات ندموان نالبعثة دي المدينة من يوكد فعافر وجار لمواسم غدسن محمد عيسى يسل غل كيفية نوقاد نالحجاج نغ غل السعودية دي التويلات نوصي ود المعاش دو سسفر الشيء الذي الآن مصبحش أني اللي أسول اللي تساوي الغفص نتاد الحيج الإلكتروني إلى يدول دنتي ذات عفري مونغز أخدامي خفو جار دو براس يغلب إلى مونغز من إلا أسول غرس أيل الحلول غير إلا ذرزم التطبيق أدياف أيلو المعلومات سكت دقة التزعلوكت أمزروي إلى دي سجل النخاتي نتهت قيم دل المبادرة نتزير لشغر سجل الارتباط إد المسار الإلكتروني للسعودية نشني نبرك لكان أتنقن إد المسار الإلكتروني للسعودية دي إمار نسيت في المعلومات يسفيد ستأشيرت دي الموسم من الحج دي وجدن اللي بعتت وضمان الراحة الحجاج يدرس وفكادنا الظروف دي التولاتي توجدن اللي قامتنا الحجاج النغدي منن والسنة التشريق دي والسنة عارفة يقري لي اسمو سنان يورق بين الأجور في وجدتن نواس عرفة نجوري دي مسجل كوباني تنسيح تدو صفر نتزاير اتربعتنا الحج السعودية ماني ابدان يخدم دفر وطوف نون ونشان يعني 5 أيام إن شاء الله يكون جاهزين. يعني يستقبلوا الحجاج في أريحية في لا يستقبلوا الحجاج كله جاهز كله موجود إن شاء الله. يعني جميع التجهيزات تكون موجودة كاملة. إندهن لنجورن دا التويلات واجدين ماني دي 8 منا نلاحظ إخدام لنجورن أسقم الخيمات اللي قامت ونضاد النوع أزعي. بعد مرحلة الإسكان الحجاج استقبال وإسكان الحجاج الآن مرحلة تحضير قدوم الحجاج إلى عرفة. لأداء مناسك الحج فهذه المرحلة هي مرحلة أولية وبعد 2 أو 3 أيام لما يكون تجهيز المخيم نرجع إن شاء الله باش نعود نراقب كل الخدمات إلى اللي راهي موجودة من تكييف من فرش للمخيم من تحضير يعني الاستقبال النوعي للحجاج الجزائريين من بينهم الحجاج اللي تابعين اللي جاوا مع وكالة سياحة وأسفار الجزائر شركة سياحة وأسفار الجزائر اللي هي رائدة في مجال تنظيم الحج تنيد الخيمتنا الحجاج الجزائريين دي 8 منا دعرفة قبل إسبين الحيج من الحيج دعرفة يوتغلي تزمرتنا المستهلك سيطنن إلا نتطفن الهوش أسرابسن البياطرة دي اللي وليت نعمر نينو فوق نسني وفكاد نفريشن العيد دي الأسواق قرية سين بحريس
يوجهنا تيف ميدن سورنا البالي تلويتنا الأضاحي العيد لتعفار تمسي جرتنا تكرست سوع السيد تابعنا البيطري سوزوا أمو غلسواق ديموشان نوربا نفريشن حضرنا مبدئيا يعني أكثر من أسبوع لكان غدان يغرس جار نسبي دي السواق أمو يتابعنا البيطري دي أشس أما الشي لا دخ نسجق القرار ولائي من اللي يتحدد ديموشان نوزنزين الأضاحي ديموشان نراقب نوتاف دوفوغ نفريشن أمشي لدخني ويد أيلو البايترا بهالدورا أدرقبا أون الأضحي للمتابعة الميدانية والمراقبة الصحية استمنسن البايترا دي السواق لنسيو لنف تمسالين الضرورة نوسسفر للأضحي قبل واتفن سنغل السوق أمو يبدي تسات نيدطان أشتيمن نديرو الباكسة لكن غداني نسجل فاكسان البحمرون من يتلغر نغاون تفريت نشوفوا الحيوانات اللي تدخل السوق لا هي لكان غن التعساد يوفريشن ديال تفنس نغل السوق بهات نسسفر اسنوش مناو النصائح ايمدن بجي بجي جيدة نقدموا نصائح امو مشيت للمراقبة التجارة لسن العيد مبارش دي ايولو المذابح نالويليت يتوان دلسو دي المقبرة البقيع دي المدينة المنورة المرحوم الشيخ أبي بكر جابر الجزائري إلى أن يتوفى سنة جيد سجن العمر 97 نيلان الشيخ أبو بكر الجزائري إلو لدسقاس 21-900-1000 الولاية بسكرة ماني يعزم بعداس يرحل نتاد توش والتسغ المدينة المنورة الشيخ المدرس ديت مجيد المسجد النبوي دي غربة زنت نغلفتنا المعارف الدار الحديث المدينة التوخسي الأساتيد إمزوار تزدويت نغل الجامعة الإسلامية من يجار 60 نيلان التوعى تمجيدان الحرم المدني الذي تصاب سلطان إلا إيلان إمجورة تلقت أسرة مكتب شؤون حجاج الجزائر مثلها مثل جميع الجزائريين بل جميع المسلمين نبأ انتقال الشيخ أبي بكر جابر الجزائري إلى رحمة الله تعالى وأمام هذا المصاب الجلل الذي مس شخصية دينية مرموقة تتميز بالوسطية والاعتدال والدعوة إلى الخير والنصح في سبيل الله تعالى والوقوف إلى جانب سنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونصرتها فإن الجزائريين من خلال بعثتهم في المدينة المنورة سيعبرون عن عميق حزنهم وعن تعاطفهم مع أسرته الكريمة وسوف يرفعون أكف الضراعة والابتهال إلى المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهمه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وأن يلهم الأمة الإسلامية في هذا المصاب الجلل سوف نصلي صلاة الجنازة كمسلمين ولكن أيضا كوفد رسمي يمثل الجزائر وسوف نعمل على أن نوصل صوت الجزائر الرسمية إلى عائلة الشيخ الذي كان طوال حياته رحمة الله عليه منافحا عن وطنه من هذا الوطن الذي اختاره أصيلا في الانتماء إلى جزائريته ناصحا لإخوانه الذين انحرفوا عن الجادة في زمن الفتنة العمياء وما زال على هذا العهد حتى اختاره المولى عز وجل رحمة الله عليه وتغمده برحمته الواسعة وألهمنا جميعا جميل صبري وسلوان رباط الحمس السعافس إن لله وإن إليه راجعون أما شيتوان ضل أسنط دي عين صالح نعزام العلامة الشيخ سيدي محمد بن مالك إلا أن يتوفى سجل العمر 97 نيلان الجنزتنا الفقيد إلا أن يفنى العمر سحفظنا القرآن دو سعزمنا الفقه دو سصلح جار مدن نعرن ديس يغلب المدن في ديسن السلطاتنا الولاية دل أعيان نتمر يعني كانت هناك مدارس هنا ولكن لا تعلم إلا القرآن لما جاء الشيخ بدأ يعلم الفقه الإسلامي ويعلم قواعد اللغة العربية ويعلم علوم متنوعة كانت مكانته عالية هنا حيث أن أبناء عين صالح توافدون عليه لاستشارته
ولاستفتائه في أمور الدين، خاصة وقد لعب دورا كبيرا في الإصلاح في إصلاح ذات البين. تعرض الشيخ محمد للاستجوابات من قبل الاستعمار، ويعني ذلك لأن المدرسة افتتحت أبوابها قبيل اندلاع الثورة، وبذلك يعني كانت فرنسا تتوجس منها خيفة ربما تتسبب في يعني ربما لها دور في توعية الناس وتوجيههم إلى يعني الثورة، إلى يعني الوقوف ضد الاستعمار. فرنسا كانت يعني ضده، وبذلك يعني اضطرت يعني تعرضت المدرسة إلى الإغلاق سنة كاملة. إن لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحم المشايخ نتزايري جتاني ميرتواسي إلى يدر السيسن. استفاد إمكراس الولاية تغرديت من نول البسانات شبه أولمبية يورني نسراب سنوفور هاتد ودال وسان ننفدو الياس بالنصر. لتدعم حريش ودال ديمكراس دي الولاية تغرديت من نويد المجال مغل مسابح شبه أولمبية أنون ونيو إلا دي أغرم أجدي الودنشو دي أبريد نمرشادي توجاني مكراس من نجمن أوني نوات استغلن دزعيم دفريق نسود جمعي الزالك. تغردي دي السمة سلم سباح شبه أولمبية توسن جار الولايات نودين الجزائر لكان ضخ وسن إلى نوسين أذعدا الشعر بني المجن مغير المسابح إذا اثنين الدعم أولي نويلان ديون الولايات توجد يونن في دويلان ويسد أن المجل غير عدن دي بريان دوني الحاسل في حال دوني لقرارة أرزمنا وني المجل تيويراسي أتشي مكراس بلق نخلص بها أتسغلن دزعيم أعومي ديسن. جينا نعومو هنا يا لابيسين ترفيع عن النفس ورم قايمين بها. راني نعوم وعجبني الحال وراني فرحانة. هو مسبح جديد، مرفق جديد، منشأة للشباب ودن الشبه يستمتعوا بها. عندنا حتى ل 170 180 شاب في اليوم، زائد فئه المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصه هذو مجان. ترقب نوني مرشد ديك المكسب اي زعلك ويسنا مردي الولايات نتغرديت ديك تما ترقب ايك الحمان اي قوى. سي موشاني لانجورنس ميدنو سانون فدو الحمامات السعيده من تفن ديسن اسسفر دوفور هاد سومان الطبيعه عبد الرزاق رمضان. الحمامات دمناوني مشان توقصد نسيغ لبنت وشولين ولاد إمار ننفدو دلحمان نجلوان يسوين سنتا دسفر دو بعد فويدر نيل إلى نتوسان أزوان يغلب بن ميدن. احنا جينا في الصيف قال لك ما جاوش الغاشي بزاف، الماء ديالو ينفع وزين والمساج تاعه مليح واستقبال زين حاصل مليح وزين ونقي وفيه الماء زين ما موفر الماكله موفره وكلش. انا جيت باساجي منه ما في البحر جيت باساجي وما طمين نفوت عندي شوي فبصح شي حامي وفد عسان ميد النغلداني غير نغد تسنت ايلو الولايات نتمرت النغ سخانت نومان تاود غل اوكس نتمروين تسمس نتصدارين ماني التالي ايد اون امارد سخانت غل سمس نتمروين نتصدارين سوا من سيت فغند ستمورت ثلاث سجا او نتغاوسيوين اقنو خدام اي بهان يمدن يتنقصدن يوسسفر سلمراد المفاصل دغير سن تتوفر على جناح طبي الا غير نغداني يقنون شان نسفر ديس التاويلات دي جدن ماشي سيجورانت دي مسان دي نسفر غرسن ازل ماني او المحطة تشمر ازل اي بهان سوا منس يتوسان سيوسفر سيدوطان مخالف سيسن انني ننفس نغ المفاصل نغ الجلد دي دوطان نتسدنان العظام والمفاصل لمعالجة الامراض الجلدية معالجة الأمراض التنفسية وكذلك معالجة الأمراض النسائية. أيلوني مشانة نافديون الحمامات إلا نبرسن سيس أسوجد نراح تمدا أدسني وفرهة دسفر. سجن طموح دام قران دوت هالي دي مكراس الشباب تسجل أكاديمية القراران والدال إذا غربازن اللغات إجن المخيم من اللغات دي زموري الولايات بومرداس مني السيس نغديس أفورهت دول ماد نتوتليت الأنجليزية سمناو التاويلات. روبورتاج ليلى سي الطيب أعزام إلياس بوسنان. ديك المخيم تسجى أشا سوكاس من سجلت المؤثرين والنادي دي تمن زموري لولاية بومرداس. ديك المخيم يجرو جار أسفورهت دوس عزم. مرة غصن أربع أيام خمس أيام تنعزم ندعزم كاللغة يعني عزم ديس اللغة بعد سفيت ستة عند ندسو غرسن ال الباركور أنني يعني دي جن تحدي دي جورنديس أني عزمت
والثاني مزوار يعني الشوب ديال المخيم غلوصفيت 5 ات اتبراتيك يعني في الاون باركور السيجور ديس يعني انا عزمت هذه تطبق دني يعني كشغل ديك الامتحان ديك الاختبار بصح حتى طريقه يعني وتعيدي اكاديميه السيلو دو ورقه تعيد غرس دي زاكتيفيتي غرس دي الالعاب لي جوي تبراتيك ديس يعني بين لا لا سويني غرسي توتليت انت انجليزي تنشان دمقران خيرا ندباب ان النادي يكون لعضان سن توتليت انت انجليزي ايني دزيت نغلومو انعرنا النادي امزور نودال ازغر نتمرت النخ نشيل لك كتر مسؤوليات الرياضة كان جو تنسيق بجر اكاديمية جي اف سي للرياضة مع مؤسسة تيامام للغات بها تحسن مستوى بتسقار لجوار اكاديميات باش كتحسن مستوى اللغوي اللغات الأجنبية. We have the father or we call it father or mother. Very good. Dad. لونجلي لندغ العائلة كلش لندغ أعضاء الجسم كاع لندغ. سماسي تفهم الصوم زعما الإنجليزي باش كديبي خلاص التوني. اسمها مخيم دي ساد دي فادي ساد اللي مع الإنجليزية. عجبي الحال تيست تعزم على الإنجليزية أنت اللغة أنت لغة العالم ياك تعجبي على جال دلمدغ لونجلي باش كدير أستاذ جامعي. سو النوع المبادرات إلى نجر وجر أسفرها تدكون أتعاون يغلب أن مر القدرات نوني بالظنن تزمر تنسن دتوتليت. تبهست للرياضة الوسيلة نول ماد دعزام إذا رأسوا إجن أقطاع ومن نسوة دي البلديات نتما تغربيت نتما الغيخت تزاير دفر إجت مشروست دي القناة نغل جعبت ومن تام قرانت دي سعيد حمدين الكوباني تنسيال تلا تعافري وخدام نو نعرك دورا ومن دم علت على الساعة التي تقارب الواحدة زوالا تسببت مؤسسة خاصة غير تابعة لسيال في عطب على مستوى قناة النقل الرئيسية للماء الشروب مما تسبب إلى انقطاع الماء الشروب على مستوى بلدية غرب العاصمة والمتمثلة في شراقة دال إبراهيم بني مسوس بوزرعة بن عكنون جزئيا الرئيس حميدو جزئيا بلوغين جزئيا سيال تطمئن زبائنها المتواجدين على مستوى هذه البلديات أن جميع الإمكانيات المسخرة من تقنيين من موارد مالية وفرق التدخل السريع حتى يعود الماء تدريجيا للحنفيات في أقرب الأجال ونضع تحت تصرف المواطنين الكرام الرقم 1594 للاتصال وللمزيد من المعلومات. اطفن تصنط المفارز الجيش غناو دي برج باجي مختار دعين قزام قيت مجور دي الكمية المادة الإسمنت دي تشرى المعاش دي الصهد اما نشي طفن يغال الدارك غناو جارن 1900 قرص مهلويز تغرديت في الحساب اللي قد فريت نتغلفت الدفاع اما شي طفني غال نيدراني للدي عنابت سكيك دا تسن الغطاسين بلا الرخصة اطفن التاويلات نغطاس دا التاويلات نصيد اما شي طفني مهاجر من بلاد فريس من الجنسية دي عناب الاغواط تلمسان. تقرر الحكومة نتزاير روشال معيونات يتمرتنا النيجر اتزوا لغار من اغاديز الا ترقب ازوان منه مهاجرن او المعيونات دي 30 طن لمعاش دي سوفار دي سياس نضمان حسن الجوار الا نجرو الجزائر دي النيجر تسدي وبدي ايدي عافر السلطات النيجر تفرض ظاهره نفوغ نغل هجره بلا تفرعيه. يؤكد نغلا فم زوار الصحراوي محمد الوالي عكيك قدان تزدويت ننفدو ان جبهه البوليزاريو تيتشلت فايتس من ينعر الامين العام وكبرنا الافلان جمال ولد عباس دنسن النواب نسقمون الأمة دل البرلمان دي كبارن دو دمونا دبلوماسية وكتب اللي ميدن نتنيري غرسا الحق أبوينا المصير. تسيولة زايرة السوس يلس الناطق الرسمي تنغلفت نوزغار سلقلت نعجاب أن الحال في تمجيت نوزدام ستميجورت إدران أصنات دست الدرتنا البرلمان نابريطانيا ماني أدران من ناوي كزيمنت سوتر استزمر دوم ضمان إيد الحكومة المملكة نابريطانيا. يزوز سو انغلاف نتيد لستعز ديمي هوبي غل مركز غناو نبراز دي العصور ما قبل التاريخ يورقى من الاكتشافات لاثار تيم جورا الولاية نصطيف إلا ند البقايا نخسان
نلفيل استيغودون ماني او الاكتشافات الا دمزوار نغاو الاكتشاف دمزوار جنان افريقيا غادي ينفع يغلب احريش نبراس دعزام تمرطن. احيي الباحثين الجزائريين اولا لانهم حريصون على نبراسن الجزائر لن تجن تيتي وفان الشواهد وسوسع اهيل نبراسن وهو غير دي تمان قلت الزرقاء وانما دي تمان تغنيف من انسان يزمى من سر حنيجان نبراسن ديس في الجال الا دغنتها استميوا ان قبل لومزروي لن ديني دختيمي واتدنتين تراخيص للبحث فيها لانها ايضا هي من المناطق ما قبل التاريخ وهناك مناطق اخرى يوسن شي العوايد ميدن ودين تمرت بدا نسر سو ان انتي بازا وسانتي دلست اصنات درجيد تيتشلتو مع الولايات الاضرار اد اليزيه دا قد نزمول تسكلا نغل هوي تنغ اجبال ميناء انتي بازا فون عار انتي دلست انتي نيري ازجاج نتمر تنغ هي هذه الفرصة للتلاقي هذه الفرصة لبعث هذه الجسور التلاقي والتبادل الثقافي ما بين ولايات الوطن أيام جنوب الثقافية هذه المرة راهي تحط رحالها في مدينة تيبازا وكذلك في مدينة وهران اليوم رانا في تيبازا هذه المدينة الساحلية راهي تستقبل ولايتي إليزي وكذلك أدرار في جو بهيج يجمع ما بين كل ما تكتمز عليه هذه الولايتين من موروث ثقافي مادي وأيضا لا مادي أو المناسبة تغض الفرصة يسشنين أزال نواني السفوغ عند المبدعين سوخنا مكبور انتما نحن عندنا أصحاب الصحراء أحسن الاستقبال عندنا يسمى الخيمة ولاتاي هذاك هو السبب علاش جابوني وشغل مخيريني قام من ولايتي اليوم أنا رجعت الأصلي رجعت الأصلي الأهضر عرقت كنت ساغمي بشار ولاتي بازا ناس هاي فقدوني بوانت تريني فالاجير هذا اللي جد نقوله وشابة مساحة وزد فرحت من اللي قلت روحي إحدى البور من أنت تسشانين الفن التدلس أي بهانت شاشن سيسن ميدن أول مرة نجي هنا يا شيخ شوفوا في التلفزيون قاعدين بس أول مرة أنا قاعد أمامنا ما شاء الله وعجبنا الحال يعطيهم الصحة وقاعدين حاجة نقية وقاعدين والفاميلا تراث كما هذا هايل ما كناش نشوفه حتى شفناه قدامنا هنا في تيبازا الله يبارك ما شاء الله صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وأنا صحراوي هذا حال المجد هذا حال المجد أنا صحراوي أنا صحراوي دي السهرة تنصيف الجزائر دي الباهية وهران السجبان دي ونغنى ونطير لصد الإعلام تجاه تنظرت ليلى برسالي سهرة وصنات قد فسكا إميدن أن وهران عبد الرزاق رمضان انتهت ليلى برسالي إتحوف سيزلواني بهان تصفرح شاشن إدس ميدن إن عرن ديون سهرة إدرني قنمار أي بهان عجبتني لو سبيكتاكل سي ان بو سبيكتاكل لي تيت اون فوا غرناد دونك اون ا بيان ابريسي صافي بليزير دو فوا هكذا الواحد يعاود يحرف التراث الجزائري ونشوفوا الارتيست تاعنا هذا هي بوغ شانجي ان تي بو صرا تاع الصيف لي لا بورسالي وي ال شون تري تري بيان وي ال شون تري تري بيان اون لام بوكو سي سواي تري انتريسونت ايل بيرمي دو ريونير جوستمون بليزيور فامي Et ça permet aussi de rappeler nos traditions, nos cultures aussi, et de partager un bon moment. Starek nuhka tutlayt itwabis l'ktab l'hkayat l'alombaga t'houf l'fnant itsdr torath l'andalousi. اليوم راني وليت بكنيا مكان في غار ناطا اللي كنت قدمته في الجزائر العاصمة وأيضا في عدة ولايات وحتى خارج الوطن ولكن هذا الحفل يعني نال إعجاب كبير من طرف الجمهور أمولي لن تدرن مدن إخسن أو نوع نحوف دي وهران ديون إمار نفدو إيسن ديس إدل سبريد غل أولون أما شي ثلاثة جورت فاس كانوا حوف انت مزيخت دي بجاية صنعر من نو نسمة ون مقرانا الفن نت مزيخت أمينة قرقور تجينا أو انتفريت موسيقى
ثمرة ويسرب عن الفسكية عن شنان الثمزيخ حضرني شنيني مدن أعطى سيد لسنا غن الثمزيخ الله ذيني سفراحا لكن ولا أتصل لفامي ديوسان ذيني غس فرحا سواطاس بارسكو يد لا سيكوريتي فرحا مدن فلا ساعدان ثقونيت يقرزن ونشكر توسكي اون كونتريبيوي على ريوسيت دو سو فيستيفال شنو انت مازلت على كل حال في وشولين نفقيت ورجين ترى ثقوني تتعدي بدينا مرة عضوي ذاك إشنا إيطاكي سنة برمير فوض حضر ثم غرا كمتاقيا اعجبي الحال لي شونتور الخلاف الله يبارك اون ريميرسي لا كومون دو بيجايا بور سات سواري اون بيل سواري اي اون بون ريوسيت اي جيسبير اون بون كونتينياسيون اون سي ديفولي سا في بليزير سا في دو بيان نشطاح نكشفوا لاولنا يعطيكم الصحة على المبادرة اللي درتوها يعني عقبنا يا ما تشابين في بجاية مع العشية أنا نخرجوا نلقاو أكتيفيتي كيما هذه ما شاء الله ففات كيث مواناس وقوت وشولين نف كيث ذيالي ذقون بذويا كي إوا كان السعدين لوقاثي قرزن سواطاس لصناف نشنا نثمازيخ غلطاني نور لوخ دايسن وسو او نير بومشتهن لمن عكوات غلطشلت غدا سن وسلامانو